خلونا نروح بقى لكابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي اللي احنا يعني تعبينه معانا. يا كابتن جهاد يا صباح الفل. صباح الخير يا استاذ جاي عليك وعلى كل مشاهدينك. في عندنا نقطتين، النقطه الاولانيه ان هو كان يرى ان صدام الكره بيه لم يعني تعطل او تغير من مسار الكره، لذلك هو احتسب الهدف، والامر الثاني ان هو عطل الكره اللاعب 25 دقيقه. الرد حضرتك ايه؟ والله سريع يعني كامل احترامي لرايه، لكن انا اكلمك على كل وسائل الاعلام وكل التحكيم على مستوى العالم النهارده بيتكلم على التحكيم المصري من اللقطه التحكيميه، لفت العالم كله في خلال 24 ساعه اللي فاتت، وبنتكلم على خطا كبير في مباراه مستوى اول في مصر كاس مصر. فمهما اتقال فيها فكل الناس على مستوى العالم اتحللت اللعبه، وكل الناس يعني يقينا خطا كبير من حكم المباراه، والاستحواذ كان اقرب للاعب انبي عنه للاعب فيوتشر، والحكم عمل اسيست زي كلام كده من وسائل الاعلام وكل الاعلام في العالم عمل اسيست، اللي بيتقال اتقالت كده بالنص عمل اسيست للاعب فيوتشر، ساعده ان هو يعمل مرور من لاعب انبي، وبالتالي خطا من حكم المباراه عشان يستوجب تدخل الفار. لما دخل الفار كان حكم لازم يرجع بالغاء الهدف. احنا بنتابع الكره دلوقتي معانا على الشاشه، بس بيريرا بيقول ان ده امر تقدير يعني للحكم، يعني هو يحتسب يعني ده امر تقديري ليه. انا مفيش واحد في مباراه تحكيم على مستوى العالم. على فكره انا في مواقع للفيفا زي ريد فيفا او فيفا ريد، عليه كل حالات تحكيميه اللي ممكن تبقى فيها جدل بتنزل عليها، واللقطه دي موجوده عليها النهارده، وانا بتابع كل الخبراء التحكيم بيتكلموا عليها. اللقطه اللي طلعت في الموقع اللقطه مصريه انتشرت في العالم زي النار في الهشيم زي ما بيقولوا يعني. فالناس كلها طبعا كل محللين العالم طبعا القرار واضح، الغاء الهدف واسقاط، لان الكره كانت اقرب للاعب انبي لاستحواذه وللاعب عن لاعب فيوتشر، وده بيدل الناس بتتكلم على اندر ستاندينج فوتبول، الفهم الصحيح لكره القدم، ان الكره لما خبطت في لاعب فيوتشر وراحت جت في الحكم ورجعت لفيوتشر ثانيه، الحكم تصور انها ما غيرتش ملكيه الكوره من فريق لفريق. لا، هو انت اللي عملته غير اتجاه الكوره من لاعب انبي اللي كان اقرب للكوره للاعب فيوتشر، وبالتالي الفهم الصحيح لكره القدم ان انت اخطات، وبالتالي كان لازم يرجع بالغاء الهدف واسقاط الكوره. عظيم. كابتن جهاد، النهارده برضو كان في عندنا لغط تحكيمي حول الهدف بتاع حسين شحات النهارده. حلمي طولان كان يعني مصر ان الهدف كان اوف سايد. رايك ايه؟ بص يا سراجاي، بالنظر شاكين ان الهدف تسلل، ولعبه فعلا صعبه جدا على اي مساعد، بكلام بمنتهى الامانه، لعبه دي الفار اتعمل عشان الالعاب زي دي، فلعبه صعبه جدا. رسم الخطوط، احنا شفنا النقط اللي الحكم المساعد للفار رسم فيها الخطوط، اتاخذت من نص الكم للاعب الاهلي ونص الكم للاعب رقم ثلاثة للاعب سيراميكا، ونزلت الرسم الافقي على الارض، وبالتالي لاعب الاهلي متغطي بمليمترات، مش هقول لك سنتيمترات، مليمترات. ومع الفار بنعتبر ده بنشتغل على ده بصوره واضحه، وبالتالي هدف صحيح تم احتسابه النادي الاهلي. لو في خلاف في خطا في الخطوط هنقول، لو الحكم الفار اخطا هنقول، لكن لما تيجي حاجه صح هنقول صح، ما عندناش مشكله. فبالتالي بنتكلم على هدف صحيح تم احتسابه. الخطا اللعبه دي مش لعبه عامل بشري، اللعبه دي لعبه فار، وبالتالي صعبه جدا على اي مساعد. وسمير جمال في اللعبه دي معذور كاي مساعد في الموجود في اللعبه دي، هيحتسب او هيلغي الهدف، هيبقى قراره هيبقى صعب عليه جدا ان ياخد القرار الصحيح في اللحظه دي. عظيم جدا. كمان عندنا النهارده في ماتش بيراميدز والاتحاد كان في لقطتين، لقطه الجون اللي تم الغاءه، واعتقد كان لقطه بلنتي لم يتم احتسابه. لقطه الهدف اللي تم الغاءه، في تميز كبير جدا من محمود عاشور حكم الفار. لاعب بيراميدز ده كان هدف الثالث، لاعب بيراميدز رمضان صبحي هو معانا هو يا كابتن. تمام. رمضان صبحي دخل بمنتهى القوه في صدر لاعب الاتحاد، عمل اوبستراكشن للاعب، بالتالي راح لجسم اللاعب مباشره، ما راحش استحوذ على الكوره ولف وخد الكوره ومشي، زي اللقطه اللي كانت موجوده في اسوان والبنك الاهلي، لجي هدف اسوان في ماتش البنك الاهلي، اللاعب عمل نفس الاحتكاك بس هو خد الكوره ولف واحتك باللاعب وهو بعيد عنه، لكن رمضان صبحي لقطته مختلفه تماما، انت رحت للاعب مباشره، عملت اوبستراكشن للاعب، وبالتالي تدخل محمود عاشور حكم الفار تدخل صحيح، الغاء الهدف.
الغاء صحيح، وبالتالي بنتكلم في ايجابيه حصلت في مباراه بيراميدز. ركز الجزاء اللي تم احتسابها ومحمود عاشور تدخل برضو الفار عشان يلغيها. اللعبه واضحه جدا ان لاعب بيراميدز جاب له زاويه، ان لاعب بيراميدز هو اللي ماسك لاعب الاتحاد ونزل بيه مش العكس. وبالتالي اللقطه برضو كانت صعبه جدا على الحكم، هو تخيل ان لاعب الاتحاد هو اللي مسك ونزل باللاعب، لا هو جاب له اللقطه واضحه جدا ان لاعب بيراميدز هو اللي ماسك ايد لاعب الاتحاد هو اللي نزل بيه. بس انا اختلفت مع حكم لما رجع احتسب اسقاط، لازم كان يرجع بركله حره مباشره لصالح الاتحاد مش اسقاط، يعني اسقط الكره والغى ركله جزاء. الاهم عندي شخصيا الغاء ركله جزاء هو الغاء صحيح، لكن الاستئناف كان يرجع بركله حره مباشره لصالح الاتحاد السكندري مش اسقاط الكره. انا بشكرك شكرا. وبالتالي بنتكلم ان خرجنا المباراه بدون خطا تحكيمي، ده الاهم، يعني الفار موجود عشان نخرج المباراه بدون خطا تحكيمي مؤثر، وده اللي حصل في مباراه الاهلي وسيراميكا وحصل في مباراه الاتحاد وبيراميدز. اشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي.